ولذلك خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد بن درهم عند هذه المسألة. فكان في يوم العيد يخطب خطبة العيد فقال: أيها الناس، عيد الأضحى، قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل وذبحه تحت المنبر في مشهد من العلماء والمسلمين، وشكروه على ذلك. ولهذا قال الإمام ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. فقتل الجعد بن درهم. ثم جاء من بعده الجهم بن صفوان، تبنى مقالته الخبيثة فقتله الأمير سلم بن أحوز. وهكذا كان ولاة أمور المسلمين يقتلون الزنادقة حماية للعقيدة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فكانوا يقتلون الزنادقة ويريحون المسلمين من شرهم. وحماية العقيدة هي الضرورة الأولى من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها، حماية العقيدة.